قبل سنة من الآن ظهر ملياردير أمريكي يتحدث عن عظمة الإسلام ويخبر الناس بمدى إعجابه به وأنه يحل جميع مشاكل الناس في جميع جوانب الحياة. If you have a problem with feminism, Islam will fix it. If you have a problem with your wife not obeying you, Islam will fix it. Islam fixes a lot of the problems that men are currently facing. ثم بعدها انتقل من الإعجاب إلى الدفاع عنه. People won't disrespect Islam. Nobody will disrespect it because they're scared. ليعلن بعدها إسلامه. I am now officially a Muslim. بل ويظهر وهو يصلي في مسجد مع أحد أصدقائه المسلمين ليصبح بعدها حديث العالم الإسلامي ملياردير أمريكي أشهر إسلامه نهاية سعيدة صحيح ولكن للقصة بقية فتم اعتقال هذا الملياردير في 29 ديسمبر الفائت وانتشر الخبر بين الصحافة العالمية والعربية ألقت الشرطة الرومانية القبض على البطل السابق في الكيك بوكسين والمؤثر على مواقع التواصل الإنجليزي الأمريكي أندرو تيت التهم كانت كالآتي اغتصاب وتجار بالبشر مع أنه باعتراف المحامين والقضاء لم يتم تثبيت أي دليل ضده يثبت هذه الاتهامات وبالفعل تم حبسه عام كامل تقريبا في السجن وخلال مدة حبسه حاولوا قتله يقول أندرو تيت أنه في الزنزانة التي كان بها هو وأخيه قاموا بإدخال إليه قاتل متسلسل كان قد قتل بالفعل عشرات الرياضيين من قبل فكانوا يقومون بالنوم بالتناوب هو وأخيه حتى لا يقتلهم هذا الخبر نقله إلى متابعيه بعد أن سمحوا له باستخدام البريد الإلكتروني ليخرج بعدها ويفرض عليه الإقامة الجبرية في رومانيا الغريب أنه تنبأ بكل ما حدث معه سابقا تخيل If they lock me up for some insane bullshit. I didn't do it. If I carry on with the trajectory I'm carrying on, they're going to put me in jail because I'm too influential. إن كنت تعتقد أن أندرو تيت مظلوم أو غير مظلوم أو أنه كاره للنساء أو معادل الإسلام ودخيل إليه وأننا نحن المسلمين نتعاطف بسهولة دعني أخبرك أنك شخص ذكي وتحليلك جيد ولكن هناك ما خفي بالنسبة لأندرو تيت ما وراء كواليس أندرو تيت في بروبوغاندا الإعلام الأمريكي الإسلامي تجد شخصيات كثيرة مندسة إلى الإسلام تظهر للناس أنها مسلمة ولكنها في الحقيقة تطبق أجندة غربية مثلا هذا الشخص منذ فترة تم إعلانه رئيس لوزراء اسكتلندا مع أنه شخص مسلم من أصول باكستانية حتى أنه نشر صورة له وهو يصلي بعائلته في مقر الحكومة هناك تخيل والعالم الإسلامي فرح جدا به شخص مسلم يصبح في مكان لصنع القرار في دولة غير مسلمة ياي ليتضح لاحقا أنه مجرد متخفي ومندس ولا يعلم أي شيء عن الإسلام فمثلا عندما سئل هل تقبل بزواج المثليين هذا كان جوابه Do you think that gay sex is a sin? I believe that people's marriage if they are gay and they are married that their marriage is no less there's no more inferior or less is worth less than my marriage as a heterosexual individual so no I don't subscribe to that حتى أنه يرفض جعل الإسلام أساسا في قراراته Look I'm Muslim I practice my faith I'll be fasting in Ramadan in a few weeks time for example the difference I have is that I don't use my faith as the basis for legislating الإسلام أيها الأحبة ليس مجرد صوم وصلاة بل هو دين شامل لجميع جوانب الحياة قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أي إسلام به يا رجل ونماذج كثيرة مثل هذه الفتاة المسماة رنا عبد الحميد انتشر شهرتها أيضا الفترة الماضية بسبب أنها أخذت موافقة برفع الأذان في مدينة أمريكية خلال شهر رمضان ليتضح لاحقا أنها مندسة أيضا فهي من داعمي المثلية ولديها مؤسسة تدافع عن حقوق المرأة بين قوسين وراجع هذه الحلقة لتفهم وتدرك مفهوم حرية المرأة التي ينادي بها الغرب ليست الحرية التي في بالك بل الحرية التي يقومون من خلالها بتجريد المرأة من أخلاقها وثيابها ومسألة الأذان ما هي إلا بروباغاندا قامت بها لجمع أصوات المسلمين في انتخابات لمنصب حكومي لها في أمريكا ولا يتوقف الأمر عند السياسيين فقط بل في الغرب تجد حتى دعاء بين قوسين مندسين إلى الإسلام تخيل لدرجة أن أحد رؤساء مركز يقيني في أمريكا اسمه جوناثان براون المفروض هذا شخص مسلم وداعي يقول أنه يدعم الناس في إهانة النبي صلى الله عليه وسلم ويعتبر ذلك أفضل نظام لسعادة الإنسان. I fully support the right of people to actually insult the prophet in the United States because I think that's the best regime for human happiness. Other questions. حتى عندما سئل عن رأيه في الشذوذ كان رده ضعيف وأنها شهوة طبيعية ولا المفروض ألا نطبقها. That's not the way the Islamic tradition looked at it. The Islamic tradition looked at it. This is kind of a confused but natural desire. And but you can't act on it.
I don't support gay marriage. I support the right to marriage for gay people. فتحليلك يا صديقي في مكانه بخصوص المندسين إلى الإسلام ولا يجب أن نصدقهم جميعا، بل يجب أن يكون العقل حاضر عندما نرى شخص غربي يتحدث عن الإسلام، نميز هل هو مندس يحاول هدم صورة الإسلام بشكل ناعم أم أنه مسلم حقيقي داعي إلى الله. قد يقول أحدكم الآن، لماذا قد يهمنا أمر أندرو تيت وتتحدث عنه بحلقة مخصصة يا محمد مع أن له ماضي سيء، وربما يكون مندس إلى الإسلام ويحاول تمرير أجندته الشخصية من خلال تعاطف المسلمين معه. ببساطة من الأخير، لأن الغرب لا يمجد به بل يهاجمه ويكرهه. قال لي شخص مرة، إذا رأيت الغرب تهاجم شخص ما اعرف أنه جيد. ثلاثة أسباب تجعلك تدعو له بالثبات. أولا، بسبب أن أي معصية أو ذنب يقوم به أي شخص قبل أن يسلم تصبح بعد إسلامه كأنها لم تكن، أنه لا يوجد ذنب أعظم من الشرك بالله عز وجل. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، الإسلام يهدم ما كان قبله والتوبة تجب ما كان قبلها. ها يا من تسمعني، التوبة تمحي كل ما كان قبلها من الذنوب، استغل هذا الكلام صالحك. السبب الثاني، أن المسلم أخو المسلم، أندرو تيت بإسلامي أصبح أخيك وأخونا جميعا في الإسلام، قال صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم. السبب الثالث، أنه ليس مجرد شخص عادي بل هو مؤثر عالمي وشخص لديه قدرة كلامية عالية. يعني تخيل أنه تجول في الشارع مرة وهو حامل القرآن الكريم بيده ليرغب الشاب الغربي بقراءة القرآن والتعرف عليه بعدها. What brought you guys over to the table? Okay, beautiful. What brought you in that direction to wanting to read the Quran? Okay. Are you a Tate fan? Me? Yeah. Yeah. I knew it. وحالات كثيرة أسلمت بسبب تأثيره الكبير. But more of like how Andrew Tate kind of inspired you a little bit. Yeah. So I've been watching Andrew Tate for about 6 or 7 months. After critically thinking about stuff and going through it and seeing him converting to Islam, I feel as though it's the true religion. منطقيا، لماذا رجل هو أساسا كان غني ومشهور ويملك الملايين قبل إسلامه قد يرغب في تعريض نفسه لكل هذه الاضطهادات والترهيب وغيرها الكثير من الأمور؟ والقضايا التي سجل لأجلها أساسا كانت مفتوحة من عشرات السنين، ولكنه لم يسجن بها إلا بعد أن أسلم، مع أن الضحايا أنفسهم اعترفوا أنهم ليسوا ضحايا. ومنهم من ثبت تزويره المتهم من خلال محادثاتهم الخاصة، وهدفهم هو تشويه سمعة أندرو بتمويل معين كما كشفت سكاي نيوز. لماذا يهاجمونه في الغرب؟ سأخبرك ولكن ستنصدم جدا. هذا الطفل البريء أمامك سألوه في مقابلة عن رأيه في الشواذ، يجيب بفطرته السليمة كالآتي. Why do you think that is bad? Because I don't know. I wasn't born that way. I think that you have to find a boy and a girl. I mean, you can get married like that, but gay, you can't get married. Why does it matter so much to other people who you love and who you marry? Because gay is bad for you. So if someone was your friend and they turned out to be gay, would you still be their friend? No. ثم قاموا من خلال سنوات بغسل دماغ ذلك الطفل من خلال الكرتون وديزني وغيرها من الوسائل. يسألوه بعدها نفس السؤال، ما رأيك بالشواذ؟ ويجيب كالآتي. Okay, why are you guys freaked out? Like, he just likes them. I hate when people that are gay and lesbian, they say that they're different, but they're not really different. People that don't like gay people, and like everything else, it's probably because they didn't learn when they were young. And I do remember when I was young, I did a gay video, and they're like, if you had a friend that was gay, would you accept it? And I went, no. Let me clarify something. I was only 5 years old, okay? I did not know, but now I understand it because why my parents stopped. هل أدركت حجم خوفهم من أي مؤثر إيجابي في الغرب أمثال أندرو تيت؟ فلو قمت بعمل بحث عن أكثر الفئات المتابعة والمتأثرة به في الغرب ستجدهم من الشباب اليافعين هناك. هذا ما جعلهم يشنون حربا شرسة عليه، وزاد هجومهم بعد أن أسلم لأنه دعم تأثيره بالإسلام، لدرجة أن إحدى المدارس البريطانية قامت بعمل تحذير شديد اللهجة لأي شخص يدافع عن أندرو تيت هناك، والحجة أنه يغسل أدمغة الشباب لديهم. تخيل، هو اللي غسل أدمغتهم برضو، لدرجة أن هناك الكثير من الجمعيات قامت بعمل اجتماعات بهدف تشويه صورة أندرو تيت أمام الشباب اليافعين هناك، كما جاء في صحيفة ذا غارديان. ببساطة، كما وضحنا في سلسلة أخلاق الغرب، الغرب ليس لديه مشكلة في تعليم أبنائه الشذوذ في المدارس كما وضحنا في هذه الحلقة، أو وضع صور جنسية في المقررات الدراسية كما في هذه الحلقة، أو إتاحة التحولات الجنسية كما وضحنا في
في هذه الحلقة، ولكن لديهم مشكلة مع أي مؤثر إيجابي أمثال أندرو تيت حجة أنه يغسل أدمغة أبنائهم أو ينادي بالفطرة السليمة. هدفهم الحقيقي أن تكون مغيب عن الواقع قدر الإمكان، أن تعيش في مسارات محددة ومرسومة لك سابقا تملأها الشهوات. مثلا من إحدى طرقهم المسيرة أن تنهي التعليم الأكاديمي، تتجه لبيئة العمل، ولو وجدت وقت متبقي تمضي فيها الشهوات كشرب الخمر والزنا ومضيعات الوقت كالمسلسلات والأفلام والأنمي وغيرها، التي بدورها ترسخ نفس الأفكار السامة من خلال ما تعرضه حيث لا تستفيق أبدا. فعندما يظهر لك شاب مثل أندرو تيت أو غيره من المؤثرين الإيجابيين ويقول لك أخرج من هذا القطيع، بالطبع يجب أن يهاجموه، لأنه من سيعمل في مصانعهم ومن سيتأثر بأفكارهم. في النهاية أيها الأحبة، ما زال الملايين ممن يعيشون بيننا منخدعون، والفتن تزداد يوما بعد آخر. لذلك وجب علينا أن نملك الوعي لهذه المعركة، فهي معركة وعي في الأساس، ويجب علينا أن نفوز، لأننا سنسأل أمام الله عز وجل عن تقصيرنا. فهذا المقطع وصل إليك، وأنا أديت أمانتي بنقله إليك، فلا تبقيه عندك وشاركه حتى ينتشر الوعي، فهي في النهاية معركة وعي. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يسأل العبد يوم القيامة حتى يقول: ما منعك إذ رأيت منكر أن تنكره. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. في النهاية شاركني برأيك في مكان التعليقات، وإذا عجبك المقطع لا تنسى الإعجاب به، ودمتم في أمان الله.